ويناديهم سبحانه من يدعو لي فأستجيب له؟ أين كنت ذاك الحين يا إنسان؟ هذا في الثلث الأخير. إيش كنت؟ وين كنت أنت؟ قال كان نايم. سهر أول الليل في المأهى في الملهى، إجا آخر الليل النوم غيظ وراح، لا سأل عن قيام الليل ولا وقت السحر ولا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. قل له يا إنسان ضيعت على نفسك أسرارا وأنواع، وضيعت على نفسك فوائد وعوائد. لو أن إنسانا قال لك يا أيها التاجر تجرتك سوف تصل إلى المحل في الساعة قبل الفجر بساعة، كذا ساعة، ساعة اثنتين، ساعة ثلاثة، مثلا ساعة واحدة الآن قبل الفجر ساعة، يعني التاجر لابد يكون حاضر تستلمه، وإلا الأمر خطير. ربما وقف هذا أمام المحل، فربما إذا كان ما استلمت أنت ضاعت أشياء وسرقت أشياء، فإذا بك إيش تفعل أنت؟ قال وإذا به يحزم ويعزم، فيحزم ويعلم الساعة من ناحية والحرس من ناحية، إنسان فيقني وأخته من ناحية وزوجته من ناحية إنه فيقوني مشان لا يدي يستلم البضاعة. إذا صار شاني قال تجارة كم تربح يعني ما؟ قال والله جايبين بدنا تربح معنا في 150. وإذا الرجل بدل ما يكون ساعة واحدة الساعة 12 عند المحل يا إنسان، إيش خوفا ما إنه يتأخر، ايش العجله يا انسان تبكيري؟ قال والله في تجاره من استلمه في بضاعه من ننزلها الى اخره. قل له يا انسان والربح؟ قال 50. قل له هذا كمان اذا كان في 50 يعني، وبعد ذلك بالله عليك يعني سوف تموت وتاخذ معك يعني؟ قال لا متروكه. يقول له ما بتحرد هي كل هالتعب، في شيء اهم وفي شيء انفع، وبدل ما يكون في 150 في الواحد 707,700,000. قال ايش هو هذا؟ قل المعامله مع الله، ان تقوم لله اخر الليل فتبكر وتصلي وتسجد وتعمد وتدعو، فهذه تجاره لن تبور وربحها غير محدود. 707,000 وانت ماشي ومضمونه، والذي ضمنها هو الله رب العالمين. هذا ليس بعجيب ولا بظلوم، لا فقير حتى ياكل عليك ولا ظالم حتى ما يعطي حقك. ولذلك ايش يقول وقت السحر جل وعلا؟ يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. اي من الذي يتقدم بقرضة فيتقرب الى الله يعني بعمل، فيكون له كقرضة ينميها الله له ويضاعفها له، لكن هو قرضة لمن هو ليس بعدين أي ليس بفقير، بل الله هو الغني جل وعلا. ولا بظلوم، فأما تريد أن تربح الأرباح الطائلة وتنمو تجارتك يا إنسان؟ نعم، إذن هذه التجارة مع الله جل وعلا، هذه تجارة من يعقل ويفهم وأولو الألباب، نسأل الله يجعلنا منهم.